تعالوا بقى نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، وطبعا الفرق المختلفه. هتكون معانا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق المقاولون العرب. المباراة هتكون الساعة 5 مساء، ودي طبعا مباراة مؤجلة من الجولة ال 17 من بطولة الدوري. يعني بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، إن شاء الله بقى يقدر يفوز في مباراة النهاردة ويضيف 3 نقاط جداد لنقاطه طبعا في الدوري. هو متصدر جدول الترتيب ب 41 نقطة، إن شاء الله بقى يعزز تصدره لجدول الترتيب. كمان بقى خلوني أكلمكم أكتر عن الفريق. يعني طبعا هو كان دخل في معسكر مغلق أمس، النهاردة كان عنده فطار الساعة 9:30 صباحا، هيكون عنده وجبة غدا الساعة 1، بعد كده بقى يكون عندهم محاضرة فنية هتكون الساعة 2:30 عشان بقى يتحدثوا عن آخر الأمور المتعلقة بالمباراة، بعد كده هيغادروا لملعب المباراة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن ناشئين كرة القدم 2006 قدروا أمس يحققوا فوز على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 1-0، ده بقى ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية. حين هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدر يحرز هدف النادي الأهلي اللاعب هشام مصطفى، وبهذا الفوز بقى يكون رفع الفريق نقاطه ل 40 نقطة. كمان مواليد 2008 قدروا يحققوا فوز على فريق المصري بهدف دون رد، عملوا ايضا مباراه كبيره جدا، يعني اكيد المصري خصم قوي، ده كان ضمن منافسات الجوله ال 24 من بطوله الجمهوريه، واحرز هدف النادي الاهلي اللاعب ادم علاء، وكده بقى يكون رفع ناشئين 2008 عدد نقاطه ل 58 نقطه، منفرد في الصداره. بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى، ونبدا ببطولات جديده الحقيقه بيتوجوا بيها ابناء النادي الاهلي. قدر شباب كرة اليد مواليد 2002 يتوج ببطولة دوري المرتبط لكرة اليد امبارح بعد فوزهم على فريق سبورتنج. المباراة طبعا كان فيها ندية كبيرة جدا بين الأهلي وسبورتنج، لكن شباب كرة اليد قدروا يحسموا المباراة لصالحهم. طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. كمان بقى سيدات ورجال سباحة الأهلي بيحصدوا درع العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، ده طبعا أيضا كان أمس. البطولة كانت بتقام بشرم الشيخ وانتهت منافسات أمس زي ما قلت بتتويج النادي الأهلي رجال وسيدات، عملوا بطولة كبيرة جدا، ويعني دي مش حاجة غريبة على أبناء النادي الأهلي. احنا تقريبا كل يوم في 10 الصبح في الأهلي بنعلن عن بطولات جديدة بيتوجوا بيها أبطال النادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي زي ما عودناكم ننتقل لمباريات وتمرينات الالعاب الاخرى، ونبدا بسيدات كره السله. النهارده بقى هيكون عندهم مباراه امام فريق الطيران، والمباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله المقاولون العرب، ويبداوا بقى تاني يعودوا مره اخرى للمباريات طبعا بعد فتره التوقف الدولي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن رجال كره السله، طبعا زي ما انتم قلتوا يا نهاوندي ويا كريم، امس عملوا مباراه كبيره جدا امام فريق الزمالك برغم الغيابات والاصابات الكتيره اللي كانت في فريق النادي الاهلي، لكن ايضا قدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 74-59. لكن خلاص بقى هيغلقوا صفحه مباراه الزمالك. النهارده الفريق هياخد راحه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى غدا يستعدوا بقى للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق الجزيره يوم الجمعه القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد وسيدات كره اليد، ايضا هيعودوا مره اخرى للمباريات بعد ايضا فتره التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخبنا الوطني. هيكون عندهم مباراة غدا إن شاء الله الأربع أمام فريق المعادي، مباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الأمير عبدالله الفيصل، هتكون الساعة 6 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن رجال كره اليد فايضا بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للمباراه القادمه. مباراتهم القادمه ان شاء الله هتكون امام فريق البنك الاهلي يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني رجال كره اليد مركزين بشكل كبير جدا، مش عايزين بقى يفقدوا اي نقاط عشان يحسموا بطوله الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.
اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره الطايره ورجال كره الطايره مركزين بشكل قوي جدا، بيستعدوا بشكل قوي جدا ايضا للمباريات القادمه واللي هتكون بقى في دور البلاي اوفس من بطوله الدوري. اول مباراه ليهم هتكون يوم الخميس القادم، هتكون امام فريق الطيران الساعه 8 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى. يعني زي ما احنا عارفين ان نظام البلاي اوفس بيلعب بنظام بيست اوف 3، كل فريق بيلعب 3 مباريات مع بعض، واللي بيقدر يفوز في مباراتين بيتاهل للدور اللي بعده. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال الماسترز. اما عن سيدات كره الطايره فايضا بيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه، هيكون عندهم مباراه امام فريق اليوبلس يوم الجمعه القادم ضمن منافسات بطوله الدوري، بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان استكمال الحديث عن كره الطايره، زي ما احنا عارفين ان سيدات ورجال كره الطايره هيشاركوا في بطوله افريقيا، البطوله هتقام في تونس شهر مايو القادم. عشان بقى اكلمكم بالتحديد اكتر، منافسات سيدات كره الطايره هتكون من يوم 9 ل 22 مايو، ورجال كره الطايره هتكون من 13 ل 26 مايو. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني يا هوندو ويا كريم، دي كانت اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. لا، تغطية أكثر من رائعة، بنشكرك عليها جدا يا هنا. واضح إن النهاردة جو برد إلى حد كبير، باين من الباك جراوند عندك. نشكرك جدا على هذه التغطية.